نشرة الأخبار من الميادين نبدأها بالعناوين. هناك من يعمل من أجل حرب أهلية في لبنان. السيد حسن نصر الله يكشف أن هناك من يعمل لإشعال حرب أهلية في لبنان، ما يدعو إلى تأليف حكومة سياسية يتحمل فيها الجميع مسؤولية الأزمة في البلاد. البيت الأبيض يتهرب من دعوة بوتين بايدن إلى مفاوضات مفتوحة على الهواء مباشرة بذريعة انشغال الرئيس الأمريكي بمحادثة قادة آخرين. اتهامات متبادلة ومواقف حادة خلال المحادثات الأمريكية الصينية في ألاسكا ووفد بكين، يتهم وفد واشنطن بانتهاك بروتوكول الاستقبال. قائد القيادة الجنوبية الأمريكية يقر بفشل سياسة واشنطن تجاه فنزويلا ويؤكد أن حكومة مادورو لا تزال قوية ومستقرة رغم الضغوط والعقوبات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن حزب الله ليس في وارد اللجوء إلى السلاح من أجل تأليف الحكومة أو إصلاح الوضع المالي والاقتصادي ومحاربة الفساد. وفي كلمة له بمناسبة يوم الجري، حذر السيد نصر الله من وجود جهات خارجية وأخرى داخلية تسعى إلى جر البلاد نحو حرب أهلية. هناك من يعمل من أجل حرب أهلية في لبنان. عملوا حرب أهلية في العراق، وعملوا حرب أهلية في سوريا في حقيقتها، وعملوا حرب أهلية في اليمن، وعملوا حرب أهلية في أفغانستان، وحاولوا يعملوا حرب أهلية في إيران، وين ما كان مشروعهم هو الحرب الأهلية. ولما بيعجزوا قدام المقاومة في لبنان، وعجزوا حتى الآن عجزوا، يمكن أن يلجأوا إلى هذا الخيار. في الماضي، في السنوات الماضية، كان هذا الخيار موجود وعملوا له وتم إفشاله. ولا أريد أن أذكر بالأسماء والأرقام حتى لا أثير حساسيات. هذا مشروع كان موجودا وما زال موجودا. ودعا السيد نصر الله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى ضبط عملية التلاعب بالعملة الوطنية لأنه يتحمل المسؤولية الأكبر في الحفاظ عليها بحسب تعبيره. حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية كبرى في الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية. صلاحياتك وقدراتك وعلاقاتك يا حضرة الحاكم بتمكنك من أنك تمنع هذا الصعود الغير مقبول والغير مفهوم والمرفوض سعر الدولار. بتقدر تعمل شيء بالفترة الماضية بالأيام الماضية وما عملت. هلأ أنت قادر تعمل، وانت بتعرف انك قادر تعمل، وانا بعرف انك قادر تعمل، وفي ناس بيحكوا معك وبيحكوا معنا وبيعرفوا انك انت قادر تعمل هذا الموضوع. مسؤوليتك انه ما تخلي الدولار يرتفع حتى لو ما في حكومة. السيد نصر الله نصح بتأليف حكومة سياسية على أن تضم هذه الحكومة كل القوى، معتبرا أنه يجب محاكمة كل من يتنصل من المسؤولية في معالجة الأزمة الراهنة، لكنه أكد أن حزب الله موافق على تأليف حكومة اختصاصيين إن توافق على ذلك رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف. القصة أنه بدنا نهرب من المسؤولية ولا بدنا نحمل المسؤولية؟ بدنا نسجل نقاط؟ بدنا ندافع نحافظ على أحزابنا وعلى زعاماتنا، ولا بدنا نحافظ على بلدنا وعلى شعبنا؟ كيف نقارب هذا الموضوع؟ أنا برأيي رغم أنه برجع بقول نحن موافقين شكله حكومة أخصائيين، ما عندنا مانع، ما عم بتراجع عن شيء التزمنا فيه سابقا، ولكن هذه الحكومة لن تصمد ولن تستطيع أن تنقذ البلد ولن تستطيع أن تأخذ قرارات كبيرة وجريئة وشجاعة يحتاجها البلد. روحوا مالوا حكومة سياسية، خل تجي العالم بوجوهها المكشوفة تتحمل مسؤولية الأزمة والمأزق الذي وصل إليه البلد، والكل يحط كتف على كتف يتعاون في معالجة هذا الموضوع. السيد نصر الله رأى أن لبنان كان خلال الأسبوعين الماضيين من دون أي مسؤول، حيث تم وضع القوى الأمنية في مواجهة الشعب. أضاف أن الحل أمام استمرار التأزيم في ملف تأليف الحكومة هو إعادة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة إلى جانب الذهاب إلى حل دستوري للمشكلة. نحن بالأسبوع اللي مضى بلد ما في مسؤول، في الناس متروكة لمصيرها ومحطوط الجيش والقوى الأمنية بوجه الناس. هذا التوصيف الصحيح. نقدر نكمل هيك؟ لا. صح تتشكل حكومة، إذا ما تشكلت في شغلتين،
واحد العودة إلى تفعيل الحكومة المستقيلة، ودولة الرئيس حسان دياب هو رجل وطني ولازم يحمل هذه المسؤولية وما يحط شروط. ما تنتظر شيء من حدا، مسؤوليتك الوطنية بالدستور وبالقانون أقصى هامش متاح، حتى لو في اجتهاد، ما بدنا إجماع، لو في اجتهاد دستوري بيفتح لك هامش للتصرف، مسؤوليتك الوطنية والأخلاقية والإنسانية يا دولة الرئيس حسان دياب ترجع تجمع الحكومة وتتحمل مسؤولية أنت وحكومتك. هذا واحد. والثاني أنه ما نروح نفتش على حل دستوري، نحن ما فينا نضل هذا البلد عايشين فيه بهذه الطريقة. الأمين العام لحزب الله أكد أن الحزب لن يتخلى عن مسؤولياته تجاه الناس إذا وصلت البلاد إلى انهيار حقيقي. نحن لهلأ بعدنا مصرين أنه هذا وضع بده يتعالج من خلال الدولة ومن خلال المؤسسات وضمن الضوابط القانونية. وأنا يوم من الأيام حكيت وبعدني مصر أنه هذا هو المسار الصحيح والطبيعي. لكن حتى الناس ما تيأس، وما بعيش أنا على أوهام، نحن لا سمح الله ومش لازم يجي هيك وقت، لكن إذا اجى هيك وقت نحن أكيد ما منتخلى عن مسؤوليتنا. نحن عندنا خيارات، وخيارات كبيرة وخيارات مهمة، ولكن إجراؤها عبر الدولة والمؤسسات وطبقا للقانون مش متاح. يومها لما بدها تصير البلد أمام جوع حقيقي، أمام انهيار حقيقي، نحن سنلجأ إلى هذا النوع من الخيارات. هذا وكان رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري شدد على ضرورة تأليف الحكومة في أسرع وقت لوقف انهيار العملة اللبنانية. وعقب لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون في القصر الجمهوري ببعبدة قال الحريري في تصريح صحفي إن زيارته تهدف إلى وضع حد للاحتقان السياسي، مشيرا إلى وجود فرصة للخروج من الأزمة الحالية، مؤكدا الاتفاق مع عون على لقاء آخر الاثنين المقبل. الهدف الأساسي من هذه الحكومة اللي لازم تتشكل بأسرع وقت ممكن هو وقف كل هذا وإعطاء الناس الأفق لحتى نوقف هذا الانهيار بالدولار اللبناني، بالليرة اللبنانية. فأنا شفت أنه اليوم الاجتماع كان يمكن امبارح اللبنانيين شافوا يمكن اصطدام بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. اليوم أنا جيت عشان نحاول نخفف من هذا الاصطدام ونهدي الأمور. التنين حيصير في اجتماع تاني بإذن الله، ومثل ما كنت دايما صريح معكم حدني صريح معكم وقلكم بكل لحظة شو اللي عم يصير. هلأ في فرصة، خلينا ناخدها. أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التوصل مع ممثلي حزب الله إلى تفاهم سيساعد في تجاوز الأزمة الحكومية في لبنان وتحقيق تقدم في التسوية السورية. وفي تصريح صحفي أعربت زاخاروفا عن ارتياح موسكو لنتائج الاتصالات مع ممثلي قيادة حزب الله، وأكدت تعويل روسيا على تبادل الآراء الذي جرى مع وفد حزب الله في وزارة الخارجية ومجلسي الدوما والاتحاد. اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواصلة حديثه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال بث مباشر على الهواء. بوتين قال في حديث مع قناة روسيا 24 أن مبادرة الاتصال الهاتفي جاءت من الرئيس بايدن في المرة السابقة. وأضاف بوتين أنه يقترح على بايدن إجراء حوار مفتوح شرط أن يكون على الهواء مباشرة، مشددا على الاستعداد لذلك في أي وقت يناسب الجانب الأمريكي. يجب أن نواصل علاقتنا، لقد فكرت بذلك للتو. في المرة الأخيرة قام الرئيس بايدن بالمبادرة في إجراء محادثة هاتفية، لذلك أريد أن أدعوه إلى مواصلة هذا النقاش، ولكن بشرط أن نقوم بها مباشرة عبر الإنترنت من دون أي تأخير، في مناقشة مفتوحة ومباشرة. وأعتقد أن ذلك سيكون مثيرا للاهتمام، نحن جاهزون في أي وقت مناسب للجانب الأمريكي. وردا على دعوة بوتين قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بايدن تحدث مع نظيره الروسي بالفعل، وهناك المزيد من القادة الذين لم يتحدث لهم بعد. وردا على تصريح الرئيس الروسي بشأن العبودية والعنصرية في الولايات المتحدة قالت إن لدى واشنطن ما يتعين عليها التفكير فيه، مستبعدة أن يخفف بايدن من خطابه ضد روسيا.
لا، الرئيس بايدن قدم إجابة مباشرة على سؤال مباشر. يمكننا هنا في الولايات المتحدة الانخراط في التفكير الذاتي وإدراك أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة الظلم العنصري وأن نصبح دولة أفضل، والرئيس بايدن أكد التزامه بذلك. هذا واعتبر الكرملين أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيئة للغاية. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وفي مؤتمر صحفي أشار إلى أن بلاده ستتعامل مع واشنطن انطلاقا من حقيقة أن بايدن لا يرغب في تحسين العلاقات معها. التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيئة للغاية. بايدن أظهر أنه بالتأكيد لا يخطط لتحسين العلاقات مع روسيا، لذلك ستتعامل موسكو مع واشنطن من هذا المنطلق. استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن جاء للتشاور ومراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة. الكرملين يتهم البيت الأبيض بإيصال العلاقات الروسية الأمريكية إلى طريق مسدود بعد وصف بايدن بوتين بالقاتل. موسكو سحبت سفيرها من واشنطن ولافروف يتوجه إلى بكين. فهل الرد الروسي على الهجبة الأمريكية سيكون جماعيا؟ تقرير سلام العبيدي. لم يكن متوقعا أن تشهد العلاقات الروسية الأمريكية انفراجا بعد وصول جوزيف بايدن إلى سدة الحكم في واشنطن. المتوقع كان أن تثأر الإدارة الجديدة لهزيمة مرشحتها هيلاري كلينتون في الانتخابات السابقة. أما موافقة هذه الإدارة على تمديد العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت فلا يمكن اعتباره اختراقا في العلاقات مع روسيا، ذلك أن موضوع خفض التسلح ينسجم مع عقيدة الديمقراطيين الذين يعتقدون أن تقليص الترسانة النووية الروسية يضعف موسكو. وها هو بايدن يصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل ويتوعد بتدفيعه الثمن، وبذلك تبلغ محاولة شيطنة روسيا ورئيسها ذروتها. البيت الأبيض تجاوز الخطوط الحمراء في سياسة احتواء الكرملين باستهداف رجل روسيا الأول، فالإجراءات العقابية السابقة وإن اقتربت تدريجيا من أسوار الكرملين إلا أنها لم تمس بوتين شخصيا، ولكن ماذا بعد توجيه إصبع الاتهام إلى شخص الرئيس الروسي مباشرة؟ أول ما قامت به موسكو ردا على هذا الاستهداف لرمز سيادتها أنها استدعت سفيرها من واشنطن للتشاور. الكرملين كان دبلوماسيا في الرد على المساس بالرئيس ليترك الباب مفتوحا للحوار مع واشنطن، إلا أن استدعاء السفير بحد ذاته خطوة استثنائية لا يليها إلا قطع العلاقات الدبلوماسية. بطبيعة الحال لا موسكو ولا واشنطن يمكن أن تقدما على مثل هذه الخطوة، لكن البلدين فقدا ولأجل غير مسمى واحدة من أهم قنوات الاتصال السياسي. وهنا قد تبدو ذات أهمية استثنائية الزيارة غير المخطط لها من قبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بكين عاصمة البلد الذي تزداد أهمية العلاقات التحالفية معه في ضوء التهديدات المشتركة لهما والتي مصدرها الولايات المتحدة. فهل تحضر روسيا ردا مشتركا مع الصين وحلفائها الآخرين على الرعونة الأمريكية؟ سلام العبيدي، موسكو، الميادين. أعلن الوفد الصيني المشارك في اجتماع أنكوريج بولاية ألاسكا أن وفد الولايات المتحدة الأمريكية انتهك بروتوكول الاستقبال في بداية الاجتماع. كبير دبلوماسيي الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي قال إن الجانب الأمريكي تجاوز بشكل مفاجئ الحد الزمني للكلمة الافتتاحية في توجيه هجمات واتهامات لا أساس لها ضد سياسات الصين الخارجية والداخلية، ما أدى إلى تلاسن في الكلام. ودعا واشنطن إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة متوعدا باتخاذ إجراءات حازمة ضد التدخل الأمريكي في بلاده. فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية، دعني أقول إنه بالنسبة للقدرة على شن هجمات إلكترونية أو بالنسبة للتقنيات التي يمكن نشرها، فإن الولايات المتحدة هي البطل في هذا الصدد. الولايات المتحدة نفسها لا تمثل الرأي العام الدولي، لذلك نأمل أنه عند الحديث عن القيم العالمية أو الرأي العام الدولي من جانب الولايات المتحدة، نأمل أن يفكر الجانب الأمريكي فيما إذا كان يشعر بالإطمئنان عند قول هذه الأشياء، لأن الولايات المتحدة لا تمثل العالم، إنها تمثل حكومة الولايات المتحدة.
بدوره قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن لا تسعى للصراع، فيما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي أن الإجراءات الصينية تهدد الاستقرار العالمي. سنناقش أيضا مخاوفنا العميقة من الإجراءات التي تتخذها الصين بما في ذلك في شينجيانغ وهونغ كونغ وتايوان والهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة. هذه الإجراءات تهدد قواعد النظام التي تحافظ على الاستقرار العالمي. قلت إن علاقة الولايات المتحدة مع الصين ستكون تنافسية حيث ينبغي أن تكون وتعاونية حيث أمكن وفيها خصومة حيث يجب أن تكون. نحن لا نسعى للصراع، لكننا نرحب بالمنافسة الشديدة وسندافع دائما عن مبادئنا من أجل شعبنا ومن أجل أصدقائنا. النشر مستمر ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. طلب مجلس الأمن الدولي بالسماح بدخول سفن الوقود التي يحتجزها التحالف السعودي إلى ميناء الحديدة. ميدانيا بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد صد القوات المسلحة هجوما واسعا لقوات التحالف السعودي في جبهة بني حسن الممتدة بين مديريتي حرض وعبس في محافظة حجة الحدودية مع جيزان السعودية شمال غرب اليمن. الإعلام الحربي أكد أن الجيش واللجان الشعبية كبدوا القوات المهاجمة خسائر كبيرة عبر تنفيذ عملية معاكسة. نظمت منظمة العفو الدولية تظاهرة في العاصمة الفرنسية للضغط من أجل وقف مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات. العفو الدولية قالت في تغريدة عبر تويتر إنها ستنظم يوم الخميس من كل أسبوع تظاهرة احتجاجية للضغط على باريس. شددت على أن مبيعات السلاح للسعودية والإمارات تجعل فرنسا متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجيريك أن اليمن ليس في حاجة إلى مزيد من الأسلحة بل إلى السلام ووقف إطلاق النار. قلنا ونكرر أن اليمن ليس في حاجة إلى المزيد من الأسلحة. الشعب اليمني لا يحتاج إلى المزيد من القذائف والبنادق والطائرات والمسيرات. الشعب اليمني يحتاج إلى السلام وإلى وقف إطلاق النار وإلى المعونات والكرامة التي حرم الكثير منها، وتبقى هذه رسالتنا. دعا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا القوات الأمنية الجنوبية إلى رفع درجة الاستعداد واليقظة لمواجهة الجماعات الإرهابية في عدن وأبين ومحافظات الجنوب كافة وفق تعبيره. وفي تصريح له قال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي عبد الله الكثيري إن المجلس يواجه خطة جديدة وخطيرة هدفها إلغاء دوره، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عودة لنشاط الجماعات الإرهابية بشكل ملحوظ. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنه سيتم في الساعات المقبلة الإعلان عن عملية واسعة في العمق السعودي. وكان سريع أعلن مساء أمس تنفيذ القوات المسلحة عملية هجومية على مطار أبها الدولي السعودي استهدفت موقعا عسكريا وصفه بالمهم، وذلك بطائرة مسيرة من نوع كيتو. وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة التركية أنقرة. وزارة الخارجية التركية كانت أعلنت أنه سيجري خلال زيارة ظريف البحث في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. اتهمت إيران السعودية بترويج الكراهية والعنف في المنطقة من خلال أخذ مجلس التعاون الخليجي رهينة وفرض آرائها الهدامة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة دعا بعض دول الخليج إلى تحمل مسؤولية أفعالها المتمثلة في عمليات الشراء العسكرية الكبيرة وقبول استضافة القواعد الأجنبية وفتح الباب أمام إسرائيل وخيانة القضية الفلسطينية. أكد قائد القيادة الجنوبية الأمريكية الأميرال كريغ فولر أن الحكومة الفنزويلية لا تزال قوية ومستقرة على الرغم من الضغوط والعقوبات الأمريكية عليها. وفي تقرير أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أقر فولر بفشل سياسة واشنطن الخارجية تجاه فنزويلا، معتبرا أن مادورو يستمر في السلطة بدعم من كوبا وروسيا وإيران والصين، وأن هذه الدول الأربعة تمثل الحلفاء الرئيسيين لكاراكاس.
دعا البيان الختامي لاجتماع موسكو بشأن السلام في أفغانستان كل الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة منذ أكثر من 4 عقود. وعقب محادثات عقدت في موسكو بحضور مبعوثين باكستانيين وصينيين وأمريكيين، طالب البيان الختامي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بالانخراط في تسوية تفاوضية داعيا إلى خفض مستوى العنف في البلاد. كما حث البيان طالبان على الإحجام عن إعلان بدء هجوم في الربيع والصيف المقبلين. استقبال عيد النوروز في إيران إذانا ببدء العام الجديد حسب التقويم الإيراني له طقوسه الخاصة. الأسواق والشوارع تشهد إقبالا من الناس على شراء الحلويات والمكسرات والألبسة الجديدة، لكن هذه السنة خيمت الأوضاع الاقتصادية وأزمة كورونا على المشهد العام للبلاد. تقرير ملك عابدة. نوروز الصداقة هو آخر احتفال تقيمه الخارجية الإيرانية هذا العام، به تودع ضيوفها من السفراء الأجانب وعبره تعرفهم إلى جانب من جوانب الحضارة الفارسية القديمة. نودع قرنا كانت فيه الحروب والعقوبات وعدم المساواة، وندخل قرنا جديدا نأمل أن يكون فيه التعاون والألفة والحب والصداقة. أبارك لكم عيد النوروز. مظاهر العيد تملأ شوارع طهران وأسواقها، إلا أن شراء الألبسة والأطعمة والحلويات ليس كل شيء. هنا سباق لإعداد أجمل مائدة للسنة السبعة، هي مائدة كل ما فيها يبدأ بحرف السين في اللغة الفارسية. سأشتري لوازم سفرة السينات السبعة. هذه السفرة من عاداتنا التقليدية وتحتوي على السماق وحلوى السمنو والسكة والتفاح والثوم والعشب والخل، كما أننا نضع القرآن والمرآة أيضا وديوان الشعر الإيراني حافظ الشيرازي. لأنه عيد الربيع يحرص الإيرانيون على إدخال الأزهار والورود والأعشاب إلى منازلهم، فخضرة العشب تدل على الخير الوفير، أما الورود فتعني المحبة والصداقة بين الناس. هناك إقبال كبير على شراء حاجيات العيد، يجب أن تكون الزهور على طاولة السينات السبعة إضافة إلى الأسماك الملونة، فالأسماك البرتقالية مثلا ترمز إلى النصر والسعادة والبركة. أتمنى أن يكون هذا العام عام خير على كل الناس في أنحاء العالم كافة. يودع الإيرانيون سنة مثقلة بالضغوط الاقتصادية علاوة على ما خلفته جائحة كورونا من أضرار على كافة المستويات، إلا أن الجميع هنا يمني النفس بأن يحمل العام المقبل بشائر خير تخلص العالم من هذا الوباء. ملك عابدة، طهران، الميادين. الآن إلى العناوين. هناك من يعمل من أجل حرب أهلية في لبنان. السيد حسن نصر الله يكشف أن هناك من يعمل لإشعال حرب أهلية في لبنان ويضع إلى تاليف حكومة سياسية يتحمل فيها الجميع مسؤولية الأزمة في البلاد. البيت الأبيض يتهرب من دعوة بوتين بايدن إلى مفاوضات مفتوحة على الهواء مباشرة بذريعة انشغال الرئيس الأمريكي بمحادثة قادة آخرين. اتهامات متبادلة ومواقف حادة خلال المحادثات الأمريكية الصينية في ألاسكا، وفد بكين يتهم وفد واشنطن بانتهاك بروتوكول الاستقبال. في النشرة، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية يقر بفشل سياسة واشنطن تجاه فنزويلا ويؤكد أن حكومة مادورو لا تزال قوية ومستقرة رغم الضغوط والعقوبات. النشرة انتهت. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، ولمتابعينا باللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.